انت بتسمع مين غير ام كلثوم يا عم سعد؟ أم احمد عدويه. تحب عدويه قوي 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 قوي؟ احب مواويله القديمه. اني حاجه بتحبها؟ يعني الدقه بتاعت اغانيه كلها بتريحني لما بسمعها. احمد عدويه فعلا. والست اغانيها برضو بتريحني بتريحني نفسيا وكل حاجه. ادي دول الاثنين دول، عدويه والست ام كلثوم. واللي معايا عشان ما تحبش فوزي، ما تحبش تقولي بالك اسمه ايه ده؟ محرم فؤاد. تحب محرم فؤاد؟ طيب انا سمعت ان انت غير ولادك ربنا يخليهم لك كلهم، ليك ولاد كتير في الجماليه هنا، ازاي؟ دول بقى حبايبي، شباب الحب، شباب الحب. ايه يعني بقى؟ بيحبوا سعد زغلول، بيحبوا يجوا حواليه ويجي عندي يقعدوا معايا يتكلموا معايا. شباب كتير يعني، مش لكن ما ابتريتش، ما جيتش على حد. سيرتك حلوه الحمد لله. ده احسن ورث لاولادك. الحمد لله طبعا، والعيال طالعين يعني كويسين، ما فهمش حد وحش. الحمد لله الحمد لله. نحن والله قعدتك ما يتشبعش منها يا عم سعد، لكن احنا هنمشي. وميرسي على الزياره الجميله دي، وانت راجل انت جميل. نورتي نورتي. وبالنسبه لرمضان الشهر المبترك ده، ده مواسم بتبقى للجماليه كلها. طبعا ده موسم للجماليه، وكله بيستناه طول السنه بالفرحه بتاعته. طبعا ايوه. فاحنا يعني في الاول بتاعتنا بنعمل السحور والفطار والضحك واللعب، ويعني بتبقى ايام رمضان مفترض. احلى ايام على فكره. وبتفكرك بمين بقى؟ مين؟ بالتاريخ القديم كله. رمضان بالذات بيفكرك بتواريخ زمان. صح. بيفكرك بتواريخ زمان، لان تواريخ زمان ما تتعوضش ابدا، ولا الناس بتاع زمان تتعوض، ولا كبير ولا صغير يتعوض من بتوع زمان. لكن النهارده الشباب بقى والمعز ومش عارفه ما انت لسه قلت ان الشباب صحابك وبتحبهم. لا مش كل الشباب يا ماما. صح. ما احبش الشباب الدلع انا. لا ما فيش حد يحب الدلع. لا الدلع لا، احنا عايزين ناس جدعه. ايوه مش ناقصه. مش ناقصه. أيوة. بالظبط. والنبي يا حاج احنا دايما متعودين يا حاج سعد ان احنا لما بنخلص خالص بيكون معانا فنان بورتريه، هو الفنان عبد الله احمد. اهلا وسهلا. بيرسمك طول ما انت قاعد واحنا ماشيين، عشان احنا نحب دقه قديمه برضو. أيوه. مش صوره كده بالايد. لا نسيبها لك تفتكر. انت كلك ماما. انا كلي ماما. يعني طالعه جاي ماما. ربنا يسعدك. حنينه بكلامك وكويسه بكلامك وشك سمح. الله يخليك يا عم سعد. كفايه عليكي كده بقى، عشان انا لو زودت. ما تزودش. أيوة. ده انا مكلمه ست في التليفون. أوه. وقلت لها ما تخافيش. ايوه حاضر. لا يا اخوي. ميرسي يا عم سعد قوي. العفو. ان شاء الله يا رب ربنا يهني ايامك ويعوضك وكل حاجه. الحمد لله. على كل صنف ولون حبيت بنات حواء، والست بحر ولها وقت الزعل نوى، لكن في وقت الرضا وفي قعدة الفضفضة تلاقي الخلاف انتهى واتحل وتسوى.